me what we talked about water and minerals in general last time. إيش حكينا عن the main function of water؟ حدا بينكر the importance and the significant importance of water in all the physiological function of the body, the composition, as a media for interaction, as a carrier for the nutrient. Okay, حكينا كم نحتاج باليوم شرب ماء. Almost, مين بحكي لي عدي تقريبا نحتاج كم الليتر per day؟ دكتور والله كأنه لتر ونص. يعني تقريبا لترين. Okay, تقريبا 2 liters. Okay, طيب مين بحكي لي شو حكينا كمان؟ حكينا عن composition of the body regarding water. حكينا 2/3 intracellular. حكينا 1/3 is more of extracellular including the blood. Okay, including the blood. حكينا يعني we have to mention the importance of fluid في الجسم تاعنا. حكينا بعض الأشياء that control the fluid balance. حكينا عن الرنين angiotensin system. حكينا عن the importance and the role of aldosterone. إيش حكينا كمان؟ Antidiuretic. هذا بعض الـ functions زي ما ذكرناهم. طيب آخر شيء ذكرنا يمكن عن Antidiuretic هرمون, the main function اللي منسميه vasopressin. حتى we already mentioned a condition نسميه diabetes insipidus where there's impairment بالantidiuretic هرمون. طيب بعد هيك انتقلنا مقدمة سريعة, حكينا عن major and minor minerals أو trace elements. طبعا ليش منسميهم بعضهم منسميهم electrolytes يعني sodium, potassium, chloride, calcium. Why we call them electrolytes؟ مين بيعرف؟ لأنه بيكونوا أيونات. لأنهم بيتعينوا عليهم شحنات. 100%. بدنا خلينا نحكي أول واحد, أول مينرال طبعا حكينا هو الـ composition of my body regarding هاي in these elements بيختلف. يعني الميجر معظم الجسم تاعي بتكون من كميات كبيرة من الميجر, عشان هيك we need them in a larger amount. بينما trace element already موجودة في جسمي بكميات قليلة and we need them بكميات قليلة. طيب حكينا خلينا نحكي طبعا الميجر فانكشن تاعهم, اعرفوا لي بعض ال definitions تاعينا. Whether هذا هاي الرسمة أنا يمكن previous حكيت لكم بالمحاضرات الأولى في المقدمة عن موقع اسمه choosemyplate.gov. هذا موقع it can guide you to pick your food. Okay, if you are very selective, you wanna go with moderately caloric food, nutrient dense food. تحصل على بعض الكالوري من الكاربز والبروتينات والفات بطريقة balanced. هذا موقع is gonna help you. Okay, وشوف كيف بيقسم لك حسب الألوان. هلا صرنا نعرف مثل grains, no elements الموجودين فيها. Vegetable محطوط لك إياه بلون أخضر. Fruit mainly بيكون فيه iron and potassium. والiron أصلاً سميناه non-heme بالفروت أو بالnon-animal sources. Dairy product أكيد كلها calcium and phosphorus. And the protein بنلاقيه بمصادر مختلفة يعني مع اللحوم والأشياء البولتري بنلاقي بعض الـ elements زي الايرون نسميه هيم ايرون, زنك, مغنيسيوم, بوتاسيوم إلى آخره. خلينا نحكي بس عن الميجر elements اليوم. طبعا الفانكشن تاعينهم يعني this is a summary of the function, بس أكيد راح يعنى مثلا act as a cofactor يعني راح نحكي عن المغنيسيوم, contribute to body structure, calcium, regulate body process most of them, water balance, sodium, potassium. كل هاي الفانكشن راح نتطرق لهم once we start talking about each element separately. طب بالنسبة للصوديوم إيش مين بتذكر إيش حكينا المرة الماضية؟ حكينا في يعني نقص, صعب يصير في نقص في الصوديوم, ولكن إذا صار في deficiency يمكن يصير في عندي حالة هايبو. مين بسمي هايبو ناتريميا ولا هايبر ناتريميا؟ هايبو هايبو. إذن هو الصوديوم بشكل عام هو كي إلكترولايت نعتبره في الجسم. هل هو كاتيون ولا انايون شحنته؟ كاتيون. اوكي, وين موجود؟ انتروسيلر او اكستراسيلر؟
extracellular بالضبط. إذا سألتك عن key electrolyte كاتيون extracellular راح يكون الجواب تاعك أكيد الصوديوم. طبعاً بلعب دور مهم بالwater balance وحكينا إحنا ليش نسميه electrolyte إنه بيكون positively charged. وبتحكم طبعاً كيف بتحكم بالmovement of the fluid كثير تعلمنا بدروس حتى يمكن بدروس العلوم وإحنا صغار إنه how the water or how the salt draw the water. فأنت بتجيب مثلاً ما بعرف إذا في رسم عندي يمكن بالبداية كان في رسم خلينا أرجع لها. Look to this خلينا نشوف في بعض البيكرز هون كان في رسمة is very important. Okay here إذا بنحط if you add more salt على هذا الوعاء okay if you add more salt the concentration of this salt okay كان أعلى بكثير from the cells. بحصير في draw water is gonna be drawn إلى خارج هذه الخلية. شوف أحد شو صار في عند shrinkage. بينما إذا تحط الخلايا في وعاء يعني بيكون في balance okay the concentration of the salt داخل الخلية هو نفسه خارج الخلية بيكون عايش الخلايا in balance. إذا بصير vice versa إذا بيكون الصوص في الوعاء في الميديوم المحيط بالخلية هو أقل okay معناته in another word الصوت تركيزه في داخل الخلية عالي. فالصوت عالي راح يسحب الووتر باتجاه شو صار في عندي انتفاخ في الخلايا. So we always need to avoid the first scenario and the third scenario and we have to stay in balance. طيب إذا الصوديوم طبعا إيش الـ health condition associated with sodium حكينا المرة الماضية إحنا من إيش أكثر إشي we have to be concerned لما نحكي عن ملح الطعام أو عن الصوديوم بشكل عام بنخاف من الـ high blood pressure. اوكي انت كميه الصوديوم اللي بتحتاجها باليوم هي تقريبا يعني خلينا نحكي 2 to 3 grams. اوكي اتس ريكومندد انه جرام انا هاف ل 2 ان هاف جرام يعني بدك من جرام ونص ل 2 جرام من الملح. طبعا هلا انتم راح تسالوني انه يعني خلال وجبه الطعام يعني هلا وين وي ار اراوند ذا تيبل ونتناول وجبه الطعام يعني احط الجرام كله او استخدم نص جرام او استخدم معلقه صغيره اوكي يمكن فيها 10 جرامات what do you think يعني استخدمهم كلهم انا معي مثلا 1000 جرام اوكي 1000 ملي جرام يعني احط جرام كامل على وجبه واحده وخلصنا؟ لا لازم يكون موزع. كيف يعني موزع؟ يعني مش نتناولهم بلحظه واحده يعني لازم يكون موزع على وجبات اليوم. بالضبط مش بس هيك إيمان الملح الطعام هذا salt shaker اللي بتحطوه على الملح لما تصير تحطوا ملح عن and other pepper اوكي لما مرة تحط ملح عن pepper الشيكر هذا salt shaker شو ما تحط منه انت كميته ما راح تكون ما راح تتجاوز 10% من التوتال نيد. عرفت كيف؟ فانت فعليا لما تحط ملح طعام مرات يمكن تشوف ناس بتكثر ملح طعام ما راح يكون يتجاوز 10% انت فعليا بتاخذ يمكن 200 ملي جرام من هاي الرشة من ملح الطعام. اوكي فانت يو هاف تو كيب ان مايند انه معظم الملح اللي انت بتحصل عليه هو فعليا من الطعام البروسيسد فود. حكينا هذا البروسيسد فود هو غني جدا بملح الطعام بالصوديوم وهو فقير جدا بالبوتاسيوم and this is the thing that we really need to avoid. عشان هيك احنا لما نتبع الاشياء الطازجه في عكس هذا الامر بيكون غني جدا بالبوتاسيوم وقليل جدا من الصوديوم وهذا الشيء اللي راح يساعدني في تنظيم البلد بريشر تاعي. اوكي بتذكر انه احنا حكينا اذا اعرف البروسيس فود هو غني جدا بالاملاح. طبعا هايبوناتريما يمكن تصير او اذا زاد الصوت في الجسم يمكن يصير في عندي هايبرناتريما. طيب عن لو أنا سألتكم okay low look and limit your salt this is good recommendation إذا أنت بتعمل counseling لpatient عنده blood pressure عالي. طيب هلأ لو أنا سألتكم يجي عندكم مريض patient عنده high blood pressure and you need to give him extra counseling point راح تحكي له eat more fresh زي هاي النقاط الموجودة what else you can recommend هذا المريض شو الأشياء غير إنه تحكي له limit salt look for low sodium product اتبع الاشياء الطازجه بتحتوي على بوتاسيوم اكثر what other points احنا نقدر to counsel هذا patient اللي بيكون عنده high blood pressure
راح كنا بلود بريشر راح يكون في بريشر عالي اجينست الفيزل الصاعوني، وهذا راح ينتقل راح يصير في كارديوفاسكولار ديزيز اذا ما تحكمنا فيه. اذا ان كنترول بلود بريشر شيء خطير جدا، راح ياثر على كل كارديوفاسكولار سيستم، يمكن يصير هارت فيلر، يمكن يصير في كونسيكوينسز احنا بنقدر نمنعها فقط باتباع حمية غذائية. تسمع بداش دايت حكيناها يمكن المرة الماضية اللي هي dietary approach to stop high blood pressure. في داش دايت انت actually you're recommending more of vegetable and fruit، وانت بالإضافة إلى هذا الحكي بتحكي له you have to limit the salt intake. يعني this is all what we need to talk about sodium. حد عنده أي سؤال بالنسبة للسوديوم؟ طبعا كم متوفر ملح الطعام؟ يعني هو صعب يصير فيه actually hyponatremia لأنه متوفر بالأطعمة بشكل بمختلفة. ملح الطعام في كمية الصوديوم لأنه NaCl. أوكي طيب، what about calcium؟ calcium we briefly mentioned a little bit about calcium. حكينا the majority وين موجود من الكالسيوم؟ موجود in the bone. أوكي هلا العظام تعونا تخيلوا إنهم عبارة عن بروتين كولاجين structure very complex، لكن اللي بيثبته هو الكالسيوم. حقيقة ما بيكون كالسيوم لوحده، مين بيعرف كيف بيكون الكالسيوم في البون؟ بيكون على شكل متحد مع الفوسفورس بنسميه هيدروكسي أبيتايت. أوكي إن شاء الله هلا لما نحكي على الفوسفات راح نشوف هذا المصطلح. إذا الكالسيوم is very important، وحكينا المرة الماضية we have to pay attention للpeak level. شو هي البيك ليفل؟ حكينا up to age، خلينا نحكي 20 year أو يعني هي يمكن تختلف plus and minus لحديد سن البلوغ، أنت بتكون قادر إنك تأخذ إنه to increase the storage the calcium storage في جسمك. بعد هيك أنت بصير تخسر البون ماس الموجود في جسمك، فهي فرصة جيدة للعمر up to 20 or 25 year old إنه to consume calcium، مش بس calcium، يتعرضوا للشمس، مش بس هيك يحاولوا ياخذوا او تو ميك شور انه الدايت تاعهم فيه فيتامين دي كفايه لحتى يصير عندهم مخزون قوي جدا من الكالسيوم، حتى تو افويد بعد هذا السن راح يصير في ديكلاين للبون ماس. فما بدنا ندخل بعمليه الاوستيوبوروسيس بشكل سريع، وحكينا ببساطه الاوستيوبوروسيس هي بتكون يعني العظام تطلع عليه بتلاقي فيه زي ثقوب. اوكي عظام هشه اوكي بتنكسر بسرعة. والنساء بشكل عام طبعا this is a good example mainly yogurt أو بشكل عام dairy product هو good example للكالسيوم. بس بالنسبة للأوستيوبروسيس يمكن ما حكينا هاي النقطة المرة الماضية، هو موجود أو بتتعرض إله النساء أكثر female at higher ratio more likely إنه يصير عندهم أوستيوبروسيس من الميل. مين بيقدر يعطيني سبب مقنع why female at higher risk إنه يقل عندهم كمية الكالسيوم at higher risk إنه to get osteoporosis؟ مين عنده فكرة بهذا الموضوع؟ pregnancy. أوكي خلينا نحكي بالpregnancy. على الكالسيوم absorption هو راح يزيد actually بالpregnancy. أوكي as a physiological response الجسم بيحتاج أكثر، وفعليا الجسم راح يستجيب إنه يمتص أكثر. So this is, you see, increase the absorption up to 60%. بس لو حكينا شو بصير عند النساء after أو بسمي post-menopause، بتكون عند الإستروجين، right؟ هذا الإستروجين راح يأثر على الفيتامين دي، راح يأثر على الكالسيوم absorption. Okay, so it's very important to remember إن الهرمونال changes اللي بصير في الجسم female هذا بينعكس، عشان هيك بتكون هي at higher risk of getting osteoporosis. طيب الكالسيوم الابزوربشن تاعه مين بيحكي لي مثال how this absorption could be decreased؟ اكيد اذا في فيتامين دي ديفيشنسي، حكينا بوست مينوبوز بقل كميه الاستروجين، اذا واحد عامل عمليه جي اي مثلا في عامل قص معده مثلا بتقل مساحه الامتصاص او الانتستين عفوا. الاوكزاليك اسيد وين موجود؟ الاوكزاليت اورجانيك موجود في النباتات، هذا بيعمل كومبلكس مع الكالسيوم، so you have to avoid إنك تأكل الأشياء الغنية بالأوكزاليت والفايبرز تأكلهم مع الكالسيوم حتى تمتص كمية أكبر من الكالسيوم. طبعاً بعض الخضار أو الفواكه المغلية
بتكون كمية الأوكساليت بتقل فيها. أوكي، دائما إحنا ننصح في ناس بيكون عندهم أوكساليت بيكون سنسيتيفيتي عالي للأوكساليت، فبصير عندهم كيدني ستون، يعني بصير عندي كالسيوم أوكساليت فبصير عندهم كيدني ستونز حصوة. فدائما ننصحهم يشربوا plenty of food، plenty of water. مش بس هيك، إنه الطعام تاعهم their food لازم يكون ما في كمية عالية من الأوكساليت. أوكي، زي النباتات الخضراء، زي في بعض الناتس عالي بالأوكساليت، السبانخ مثلا كمية عالية من الأوكساليت. So they have to watch out what they are eating. طبعا كالسيوم، أنا لو سألتك الوظيفة الأساسية من حيث المكان هو to support، الموضوع موجود وين؟ موجود في العظام، ولكن أهميته له أهميات مختلفة. من أهمها، مين بيعرف أهميات أهمية الكالسيوم؟ muscle contraction. ذكر muscle contraction بالcurrent، أوكي، بالimpulses اللي بتصير، التيارات الكهربائية اللي بتصير في الجسم. calcium playing a significant role in this process. كمان طيب. دكتور له دور مهم بالblood clotting. بالضبط، ممتاز. blood clotting playing a very significant role، هذا العنصر المهم calcium. طيب إذا أنت بتحتاج حسب العمر، هو فعلياً بس at least 1000 جرام باليوم أنت بحاجة الكالسيوم، بيختلف حسب الجندر وحسب الإيج، بس as an average أنت بتحتاج إلى كمية. إذا ناس عندهم أستوبروسيس راح تلاحظوا أنهم الطبيب بوصف لهم كالسيوم and vitamin D. أوكي، كالسيوم and vitamin D. مين بيقدر يعرف شو بعض السايد إفكت للكالسيوم اللي بنقدر نعالجها بالمغنيسيوم؟ يعمل لي constipation، يمكن يعمل constipation. طيب اذا ما بدنا نحكي اكثر من هيك، طبعا الانتي اسيد يمكن تقلل الكالسيوم ابزوربشن الى اخره. خلينا نحكي عن، شوفوا كيف بصير العظام الثغور اللي فيه these pores، هاي هي بتقلل هشاشته. من شو العمليه اللي بتصير؟ يعني الاستروجين كيف بياثر في بالعظم تاعنا، كيف بنبنى؟ دائما بصيروا ريمودلينج، يعني في خلايا بتبني عظم وخلايا بتكسر عظم. اوكي، وعمليه مستمره وفي بينات تناسق عالي. اوكي، في هوموستاسيس، فالاوستوكلاست هي بتهدم لي العظم. يعني مثلا اذا قلت كميه الكالسيوم في جسمي، شو الهرمون اللي gonna respond to this decrease؟ الباراثيرويد هرمون، صح؟ باراثيرويد هرمون راح يحفز لك الفيتامين دي، برضه راح يزيد الاكتيفيتي تاعت الاوستوكلاست. فالأوستوكلاس بتصير تهدم لي هذا العظم، والتهديم هو عبارة عن كالسيوم، فبرتفع نسبته في الدم. ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم راح يحفز لي هرمون ثاني اللي هو كالسيتونين. أوكي؟ فالأوستوكلاس تعمل تهديم destruction، بينما الأوستوبلاست بيعمل بناء. فالبوستمينوبوز أو نساء البوستمينوبوزل بيكون في عندهم imbalance في الأكتيفيتي، الأوستوكلاس بتكون سرعتها عالية في تحطيم هذا العظم. أوكي، فبصير في ثغور زي هيك، بكون بصير العظم هش وبينكسر كسر. طب الفوسفورس is it abundant ولا لا؟ أكيد it's very abundant، خلينا نسميه the second most abundant بالجسم تاعي. وإذا سألتكم شو الدور تاعه في الجسم، اتذكر لي هيدروكسي أبيتايت مع الكالسيوم، اتذكر الممبرين فوسفوليبيد بايلاير، تذكر لي دي ان اي ذا جلوكوز موتي في فوسفورس، تذكر لي اي تي بي. اوكي، اي تي بي عباره عن طاقه، بي عباره عن فوسفورس. اذا الادوار تاع الفوسفورس مهمه جدا وكثيره جدا. طيب مغنيسيوم، نحكي شوي عن المغنيسيوم. What do you think about magnesium؟ هل هو مهم في الكالسيوم ريجوليشن؟ أكيد مهم. أكيد. هل هو مهم blood pressure regulation؟ تعرف الكالسيوم هل يعتبر ريلاكسنت ولا بيزيد الكونتراكتيليتي بالجسم؟ إيش تتوقعوا؟ ريلاكس دكتور. ريلاكس. بالضبط، يعتبر ريلاكسنت. أوكي، بيأثر على النيتريك أوكسيد اللي بيعمل ريلاكسيشن. بيأثر برضو على السيروتونين، بيعمل ريلاكسيشن في الجسم. إذا أهميته بريجوليشن بلود بريشر مهم جدا. في الكالسيوم برضو له دور مهم، حكينا إذا أعطينا شخص بوتاسيوم ما عم بيستجيب، I have to check what I have to check the magnesium.
طبعا له وظائف كثير بالسيجر. امراه عندها بريكليمسيا او كليمسيا بكون عندهم عاده سيجر، نعطيهم مغنيزيوم. بعض الحالات الاريثميا بتلاحظ انه بيحتاجوا مغنيزيوم، اوكي مغنيزيوم سلفيت بالترسو دوبوا. فالمغنيزيوم له ادوار مهمه، حتى يمكن ذكرنا اخر مره بالانسولين انسنسيتيفيتي، ناس عندهم دايابيتس نلاقي عندهم نقص في المغنيزيوم. اوكي طيب ايش برضو حكينا؟ شوف ضل عندنا اشياء ميجر. سلفر، وين موجود السلفر؟ في البروتينات والامينو اسيد. تو امينو اسيد، ايش هم ذا فيرست وان؟ ما بعرف. موجودين، حكينا في السيستين وبروتاثيون. اذا السلفر يا شباب بيلعب برضو دور كثير مهم. اوكي لازم نعرف وين هو اصلا موجود السلفر، يعني نادر ما يصير في ديفيشنسي بالسلفر لانه موجود بالبروتينات وفي مصادر الدايري بروتين اند سلفر بكميات عاليه. بس اهميه السلفر، اوكي مين بيحكي اهميه السلفر اذا تذكرنا ذا بروتين ستراكشر؟ مين بيحكي بتذكر لي؟ مسؤول عن الدايسلفايد بريدج في البروتينز، ومهم في الـ في الـ في التيرشري ستراكشر تبع البروتينز. اذا السلفر بدك تتذكر لي انه نقدر نعتبره هو الثيرد موست اباندنت مينرال بالجسم، بيلعب دور مهم في البروتين ستراكشر اند بالسينثيسيس اوف ميثيونين نفسه اند سيستين اللي بيحتوي على كميه من السلفر اللي برضه بالبروتين فولدنج نحتاجه بالتيرشري ستراكشر. طبعا في ناس بيكون عندهم سلفر الرجي، اوكي فلما نيجي بنسالهم انت عندك هاي بلود بريشر، هاي بلود بريشر وعندهم سلفر الرجي، هل لازم نعطيهم مثلا دايوريتكس؟ فوي هاف تو افويد ذا دايوريتكس ذات كونتين سلفر. هاي معلومه كثير مهمه، بيجي مريض عنده ضغط ما بيحكي للطبيب انا عندي حساسيه للسلفر او للكبريت، بعطيه دايوريتكس بصير عنده حساسيه والرجي برجع بعطيه. فبدياكم تشيكوا ايش هم الديوريتكس اللي ما بينعطوا للناس عندهم سلفر الالرجي. هاي معلومة كثير مهمة لكم. طبعا السلفر بدياكم دائما تتذكر اذا بتسمع اكيد سمعتوا بالجلوتاثيون بيروكسيديز اللي هو نظام انتي اوكسيدنت قوي جدا في الجسم، السلفر لازم يكون جزء من هذا الانتي اوكسيدنت. طبعا برضو في بعض الفيتامينات موجود فيها السلفر، بيوتين ان ثيامين. بيوتين هو بي 1 بي ايش، شو رقم البي تاعه بيوتين؟ مين بعرف؟ بي 7 ولا بي 5؟ بي 7. اوكي اذا في سلفر. طبعا بنحكي عن تريس مينرالز، بس يمكن في ميجر اليمنت ما حكيناه، ميجر الكترولايت، حدا بيعرف ايش هو؟ يعني نحكي عنه بس كلمتين بس ما مش مذكور هنا، او مذكور بس مش موجود بالسلايد وتطرقنا له اكثر من مره. كلورايد، what do you think about كلورايد؟ هل يعتبر ميجر؟ يلا جابوني. الو ايه دكتور، يعتبر طبعا. كيف بدي اتذكر اهميته؟ اتذكروا اهميه الهيدروكلوريك أسيد في المعدة تاعيته. طبعاً المصدر تاعه أكيد غني، ملح الطعام هو عبارة عن ACL. أوكي إذا لما سألت إذا بسألك عن تيبل سولت أكيد في مصدر عالي من الكلورايد، إذا هو السورس تاعه متوفر بكل سهولة. طبعاً هو برضو نيجاتيفلي تشارج وما في. طيب do you have any further or any comments or suggestion or any question regarding the major elements من الكالسيوم، مغنيسيوم، سلفر؟ ده هلا بنرجع على major role رح لاقيهم كلهم summarized. Yes please. دكتور هلا مرة أنا كنت عند دكتورة فكانت بدها تعطيني فيتامين دي، فطلبت منها إنه تعطيني كالسيوم معه، فحكت لي إنه لا يعني أنت بعمرك ما بصير تاخدي كالسيوم، فليش يعني؟ ما هو صح حكيت لنا إنه نحن بهذا العمر يعني لازم نكون عندنا مخزون منيح من الكالسيوم. أوكي بهذا العمر يعني من أول شيء الفيتامين دي، يعني بدك تعرف
إنه الرو تاعه لا يقتصر فقط إنه يمتصل الكالسيوم. يعني الرو تاعه very important بمعظم الفيسيولوجيكال اكتيفيتي في الجسم، فيتامين دي. حتى الناس اللي بيكون عندهم كرونيك ديزيزز او مثلا باخذوا او عندهم مشاكل بالثايرويد تلاقي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. فاحيانا الاشخاص بيحتاجوا لفيتامين دي، بس بكون مثلا بكون خاصه الناس بيكون عندهم قيمه الفيتامين دي اقل من 20، بنحب يكون الليفل تقريبا 30. اوكي 30 يعني قيمه ممتازه للفيتامين دي. جاني مريض مثلا عنده 15 اكيد لازم اعطيه فيتامين دي، بالعكس اضل اعطيهم 50,000 يونت كل اسبوع مره لاربع اسابيع، بعدين اعطيه فيتامين دي نحكي له خذ 2000 3000 يونت ريجولارلي. بس اذا كان مهزوم الكالسيوم ما في مشكله، why you have to give more calcium, why you have to overload السيستم تاعي الجسم تاعي واعطيك مور كالسيوم، بالعكس ممكن يصير في ادفيرس افكت. اوكي فيمكن هذا هو إنه ما في نقص كالسيوم ولكن في نقص فيتامين دي، خاصة الناس مثلا ما بتعرضوا للشمس يمكن بيحتاجوا فيتامين دي، بس الكالسيوم بيشربوا حليب بيأكلوا أجبان عندهم كالسيوم سورسز كويسة، فمش ضروري ينعطوا الاثنين مع بعض. أوكي تمام دكتور. دكتور يعني احنا الكالسيوم يفضل إنه مثلا إنه ما ناخده مع فايبر أو مع يعني نباتات خضراء صح؟ هلا بالضبط. اسعد واحد باخذ كالسيوم سبلمنت اوكي بدي اكل، ما بدي اخذه انا مع فايبرز لحتى لانه خلص انا ما اخذه كسبلمنت تو انكريز الابزوربشن. بس انت لما تاخذ جزء من الطعام اوكي مثلا الكالسيوم موجود بالحليب، اذا انت بتشربه مع بعض مثلا مع السبانخ مش كثير راح يتاثر امتصاصه، انه برضه بيعتمد الاوكزاليت وين موجود. فالطعام تاعنا يعني the combination، هذا the beauty of natural food الطعام الطبيعي، انت لما تعمل combination للطعام اوكي ما راح ياثر امتصاص الكالسيوم كانه او in a similar way اذا انت بتاخذ supplement وبتاخذ fibers معاه وبتاخذ نو بتاخذ الطعام الطبيعي تاعك بتحصل على الكميات اللي جسمك بيحتاجها. يعني شوف الجسم بيمتص كالسيوم 30%، لكن اذا في physical need اذا في ستريس عالي على الجسم بيزيد الامتصاص 60%. شوف كيف. طيب حدا عنده اي سؤال؟ المره الجايه بدنا نناقش التريس اليمنتس اوكي نحكي عنهم. التريس اليمنت فيه معلومات اكثر، شو مع انه كميتهم اقل محتاجهم بكميات اقل، اذا فيهم معلومات بكونوا برضو لا تقل اهميه عن الميجر اليمنتس زي الحديد زي الزنك سيلينيوم. لازم نعرف هاي المعلومات for our own knowledge. يعطيكم العافية، إن شاء الله نشوفكم.